افتتح مجلس حقوق الإنسان دورته 46 بجلسة رفيعة المستوى خاطبها بعض رؤساء الدول والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيسة مجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان وعدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء. وتشارك المملكة في الجلسة رفيعة المستوى بحكم نشاطها المتواصل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان. L'équité en matière de vaccins représente une étape décisive dans la réalisation des droits humains. Le nationalisme vaccinal nous renvoie en arrière. Les vaccins doivent être un bien public mondial, accessible et abordable pour tous. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته ضرورة المساواة في توزيع اللقاحات للتعافي من كوفيد-19 مطالبا بمكافحة التمييز والعنصرية ضد المسلمين والعنف ضد الأقليات. كما دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كلمتها إلى الاستعداد للتعافي من وباء كورونا وطالبت بضرورة إعادة بناء أنظمة صحية أفضل لمواجهة التحديات. The medical impact of the pandemic is far from over, and its effects on economies, freedoms, societies, and people have only just begun. The global rise in extreme poverty, accelerating inequalities, setbacks to women's rights and equality. مشاركة المملكة في الجلسة رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان تعكس حضورها المتميز في منظمات الأمم المتحدة لا سيما في آليات حقوق الإنسان الأممية والدولية، وتؤكد التزام المملكة بالمبادئ والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. حضور متميز والتزام بمبادئ وتعزيز حقوق الإنسان، هذا ما أكدته المملكة العربية السعودية في مشاركتها في الجلسة رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، مجلس حقوق الإنسان، جنيف.